أهلا بكم في فيديو جديد من الموسوعة العربية الشاملة. اليوم راح نتعرف عن كيف أستخدم بذور الشيا للتنحيف وضبط الوزن. تابعوا معنا. توجد الكثير من الطرق لاستهلاك بذور الشيا، حيث يمكن إضافتها للسلطة أو الحساء أو تناولها مع الزبادي. كما يمكن استهلاكها بأي من الوصفات التالية. أولا البودينج. المكونات: 3 ملاعق كبيرة من بذور الشيا، كوب حليب لوز، ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة الإعداد: تخفق جميع المكونات معا لبضع دقائق، ثم تحفظ في وعاء مغلق لمدة 6 ساعات على الأقل قبل الاستهلاك. ثانيا السموذي. المكونات: نصف كوب من شرائح الموز، كوب توت، 2 ملعقة كبيرة من بذور الشيا، ملعقة كبيرة زبادي خالي الدسم، وكوب حليب صويا. طريقة الإعداد: تخلط المكونات جيدا باستخدام الخلاط الكهربائي. رجيم بذور الشيا: يعتمد على تناول 5 وجبات صغيرة على مدار اليوم، وتكون الوجبات وفقا للنظام التالي: الوجبة الأولى كوب من مشروب الحلبة، الوجبة الثانية 3 ملاعق كبيرة شوفان زائد ملعقة كبيرة من بذور الشيا، الوجبة الثالثة بيضة مسلوقة زائد عصير فواكه غير محلى، الوجبة الرابعة كوب شاي أخضر زائد 3 قطع بسكوت مخبوز من الحبوب الكاملة وخالي من السكر، الوجبة الخامسة قطعة من السمك أو الدجاج المشوي. دمتم بعافية وخير. انتظروا منا المزيد على موسوعة.com. وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا أنكم تسوون لايك وسبسكرايب وشير للفيديو، وأيضا تقدرون تتابعونا على السوشيال ميديا انستغرام فيسبوك وتويتر.